يومين ثلاثة تعود عليه. عاش سلمان. نروح للباركينج البنك حق المملكة. عندي طبعا كنت متأكدة انه بيجي هذا اليوم لكنه جاب بسرعة. يعني الإرادة السياسية والتغيير جاء بسرعة. مبسوطة وأحس بفخر، فخورة كثير فيهم. بس قرار تاريخي في المملكة العربية السعودية أن فيه قيادة للمرأة، حقوقها تأخذها على كيف ما هي تبي. موفقين خير إن شاء الله. جدا أحس بالفخر، فعلا فخور، فخور إنه البلد الآن انتقل لمرحلة جديدة. أحلى شعور في الدنيا إني أنا بقدر أسوي كل شيء أبغاه، أروح الشغل، أوصل أولادي، أتمشى في ربوع بلادي.